أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، ورد منهم من دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يقول السؤال: هل المرأة إذا دعاها رجل ذو منصب وجمال فقال إني أخاف الله تدخل ضمن هذا الحديث؟ قالت الله أعلم، تدخل إن شاء الله إذا لم يغرها الرجل بجماله وبماله وقدمت مخافة الله عز وجل. لكن الغالب أن النساء هن التي يدعون الرجال ويرغبن الرجال في الزنا، دعايتهن أقوى، لذلك خصهن بذلك. نعم. يقول أحسن الله إليكم في تتمة، ولهذا في لما ذكر الله حد الزنا بدأ بالزاني، قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم، لأن المرأة هي السبب في الزنا بتجملها وبتبرجها، فهي السبب. لو أن المرأة تحجبت ولم تتطيب ما هم بها الرجال، لكنها إذا تبرجت وأظهرت زينتها وتطيبت هم بها الفساق أو حتى أهل الصلاح. الإنسان ليس معصوما ولو كان من الصالحين، الفتنة لا يؤمن عليها أحد، فالمرأة هي السبب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. النساء فتنتهن عظيمة والشر من قبلهن أكثر، هن السبب في الجرائم. ما بالكم لو أن المرأة بقيت في بيتها وإذا خرجت تحجبت ولم تتطيب لصانت نفسها ولم يطمع بها الرجال. نعم.